لحد هسه صرنا مستلمين 3 شهداء مؤكد استشهادهم، تم تسليمهم لمستشفى ثابت ثابت. أول شهيد استلمناه اللي هو نتيجة إنه واقع عليه ردم فمستشهد فبكت إصابته بليغة. الشهداء 2 وصلنا أول إشي إنه في 3 أشخاص موجودين على الشارع في باب جمعية قاقون. بعد ما الشباب حاولوا يوصلوا ووصلوا تم نقل شهيدين وتسليمهم لمستشفى ثابت. بس هن كل اقتحام إلا يعني ممنوع تفوتي بدون تنسيق، لازم يبقى في تنسيق ما بين الصليب والارتباط، وهن يعطونا أوامر إنه أفوتوا أو لا ارجعوا. بتصير في شوية عرقلات لسيارات الإسعاف، بس الحمد لله يعني بنعمل اللي علينا.